دعاءنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت أعطيت، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. آمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. آمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. آمين. اللهم ارحم موتانا. آمين. اللهم ارحم موتانا. آمين. وعاف مبتلانا. آمين. واشف مرضانا. آمين. واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. آمين. اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا. آمين. وقام إيمانا واحتسابا. آمين. غفرت ما تقدم من ذنبه. آمين. وسترت ما سلف من عيبه. آمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل الهموم فرجا. آمين. ومن كل ضيق مخرجا. آمين. ومن كل بلاء عافية. آمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك. آمين. والفوز بجنانك. آمين. والنجاة من نيرانك. آمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. آمين. اللهم من حرم الصيام فألبسه لباس العافية. آمين. وارحم من مات من المسلمين. آمين. واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. آمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والحمد لله رب العالمين.